شفتوا معنا مشاهدينا هذه اللقطات من الحملة الخيرية الكويتية شباب الخير، هذه الحملة اللي تعنى بالنازحين اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية. معنا اليوم منو يا حصة؟ معنا اليوم عبودكا شهير بعبودكا عبد الله الجاسر. يا مرحبا فيك. حياك الله. سعيدين بتواجدك على شاشة تلفزيون الكويت ويعطيكم العافية على المجهود اللي انتم سويتوه. الله يعافيك. وبالعافية. ايش رايك بالفراولة الحلوة؟ ما اكلتها وما حطها حق الشو بس. ما ضقتها يعني؟ صار لك ساعة قاعد تاكل. عبد الله، يمكن نتكلم عن الحملة. كانت حملة من الحملات المميزة اللي يعطيكم ألف عافية. رحتوا يوم واحد بس سويتوا شيء جبار. أول شيء يومين، مو يوم واحد. صدق؟ أوكي. وبعدين على قولتهم كانت مجازفة والله. يعني لو أي واحد مكاني ما يروح. تخاف ها؟ ليش؟ مو أخاف. كان مال الحملة علي يدق علي تقريبا من 4 شهور. زين؟ تعال انا يعني حتى مو داق على طريق شركه شيء كذي، يعني تليفون شخصي إيه، انا ما ادري منه ولا ادري شو. فكل مره يلا ان شاء الله الله يجزاكم خير. لما بلش رمضان شنو صار؟ قعدت انا يعني قلت خلنا دام انا مؤثر بالمجتمع شيء خلنا اجرب نسوي شيء خير. فجبت العربانه اللي شفتوا سالفتها وسالفه قصتها شفتوا قصتها. عربانة الخير سميتها. عربانة الخير. فشفت ان لما تساعد محتاج ولا ان تمد يد العون حق شخص صج بحاجه يعني حق مساعده، في شعور ما اقدر اوصف لك اياه ولا اشرح لك اياه. هي تهذيب للنفس. تهذيب للنفس. نعم. دق علي بالوقت اللي انا كنت محتاج ان انا اساعد احد. قال لي يلا. قلت له يوم تذكرين كنا بالغبقه. ايه. قلت يلا. طلعت من الغبقه على طول للمطار. دقيت على التليفون قلت له وينكم؟ تقول احنا بالاردن، انت تعال بروحك. للحين انا ما اعرف. دقه صارت يعني يمكن دقه يمكن شيء. لو اي واحد صايدني يعني اروح. نزلت المطار شيء اي شيء جيب لي بكروكس ولا واحد كحط اسمي كذي. تفضل حياك السياره. ركبت هم كانوا اردنيين اثنين. وين رايحين؟ شنو مسوي؟ ما ادري، ما شفت للحين ولا كويتي قاعد بالسياره وهم يسولفون. جبال ما ادري وين. انا هني صبت عظامي. قلت باكر التلفزيون هذا حطينه مفقود. والله العظيم وصلت الفندق الحمد لله شفت الشباب هني. ما اعرف ولا احد فيهم، ما شفت ولا احد فيهم من قبل. السلام عليكم فلان الفلاني فلان 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 فلاني. نص ساعه طاحت ميانا معهم كلهم. اي ما شاء الله. هي كانت يومين بس والله العظيم اليومين هذه احسها طارت ثانيه. يمكن شنو الاوضاع اللي شفتها؟ اكيد ابي اوصف حق كثر ما راح اتكلم كثر ما راح اسولف ما راح اقدر اوصل يعني الشعور اللي كان داخلي. يعني تصير كنك ياهل لو واحد لو سوري صغير يسلم عليك تخنقك العبره. صحيح. والله العظيم يعني ما تدري يعني لما تشوف الناس اني تقعد تشكى انا ظروفي صعبه ما اقدر ادفع اقساط علي اجار متاخر. هناك ملاقين ياكل ملاقي التاكسي لما تركب معاه هناك يعني ما تعطي فلوس. شنو خذيت انت توك من تموين؟ عطني شويه منه حق التاكسي كذي الوضع. فكثر ما قاعد تعطي نبي وقفه يعني نبي وقفه واحده على الاقل. يعني احنا تقريبا كنا 10 الى 11 شخص وفينا تقريبا 600 عائله ما شاء الله. فما بالك لو كل كويتي من كل عائله بس يمد ايده ايش راح يصير؟ الدنيا راح تصير بخير. انا ودي ارجع ترى اليوم قبل باكر. عبد الله ما ابي شغل ما ابي شيء. عبد الله انت مثلا من قبل رمضان قررت انك تتجه هالاتجاه برمضان. يعني انت حتى ايام سنابات كنت تقرر يعني العربانه ومجموعه من الاعمال اللي كنت تبي تسويها. بس في اشياء سبحان الله الواحد لما ينويها تلقى بيبان تتفتح له. اي والله العظيم. يعني يمكن هذا باب انفتح لك علشان العمل الخير يعني. اي والله العظيم. يعني انا شفت روحي دام انا مؤثر دام ان الناس قاعد تسمع الحكي ليش ما نسوي شيء هذا حق الخير؟ وما له شغل يعني بس برمضان هالسالفه انه برمضان الناس قلوبها تحن شوي. صح. اكيد. فانت استغل الناس بشيء زين. استغليت هالموضوع بعد ما رجعت بسالفه السياره قاعد تيم الحين تبع رعاتي فيها ولا سويت تحدي بالمناطق. إيه؟ عندي العربانه قبل الفطور ساعات الناس قاعده بيوتها ويسولفون ينطرون الفطور. فايش اسوي بالعربانه؟ اروح اليوم اقول بحطها بمنطقه الفلانيه. بالمكان الفلاني. بحكم ان اي واحد ساكن منطقه يدل شنو منطقته قريب عليه محطوطه هناك يروحون يحطون فيها تموين. شلون توزعها؟ متفق مع ناس بمناطق يعني يعرفون الاسر محتاجه كذي ادق عليه تليفون عربانه فل تعال يجون بسيارهم يحملون وهناك عاد يجرون اتصالاتهم
شنو محتاجين شنو محتاجين. مواد تموينيه يعني ما تستقبل مثلا نقدي او كاش. والله كلمت كذا شركه قلت لهم اعطوني هذه الثلاجه ايه؟ على الاقل لحم دياي لا يخترب يعني ان شاء الله. الحين سامعينك اكيد الشركات اكثر منطقه يمعت فيها شنو؟ صدق صدق الفيحة ومشرف وبيان والعدليه. العدليه اوكي بس انه صار لي شيء يعني مباقت العربانه والحمد لله طلع ليها واحد قال ابو عبد الله بس اسمه ما اعرفه بجمعيه الشاميه العدليه يشتغل العدليه الحمد لله. شنو تغير فيك عبد الله يعني من سفرتك هذه في عمل خير حق لاجئين السوريين؟ اكيد تغير فيك شيء. ما صرت حنين حيل والله يعني ما ترى بنادم يعني ساعات لما يقول يشوف طراره ولا يشوف شيء اوكي الله يعطيك انت ما تدري شنو ظروفها. واحد يقول لا هذه حراميه انت مو شغلك هذا صحيح. انت شغلك نيتك عطيتها نيتك صح كيف حتى الناس يعني انت ايش دراك ان هذا ما يبيعون التموين يعني انا مهنتي اوصله واعرف الاسره المحتاجه اوصله هو يبيعه ياكله الناس سوت عليها وانا سويت عليها مع رب العالمين اكيد سبحان الله. بعد الشباب الكويتي فيهم ترى هذه روح وانصدمت انصدمت انصدمت انا يعني ما توقعت ان في شباب فيهم حماس كذي وانه متحمس ويلا عبالي بروحي صح يعني. واعمارهم صغيره يعني اعمار صغيره كبار امهات يعني شيء يعني احنا قبل كم يوم كنا مقابلين حمله فيها بنات يعني قاعد يسافرون ويروحون ويتبرعون ويساعدون الفقراء حرين فحملتكم ما كان فيها نساء رجال منو على جارك اكيد لا نور الفهد شو اسمها فوز لا شو اسمها كان فهد شيء فهد حملت يومها ما لا احنا حملت الشباب اللي انا فيهم ما اقول لكم الدينين والمطاوعه لا حمله انسانيه اهل الخير كلهم فيهم ديانه كلهم فيهم الصلاه ما نخليها ما في يعني انت مذهبي غير ما تي معانا إنزين عبد الله أنت قدروا يوصلوا لك في ناس مثلاً تبي تواصل معهم ما تقدر الحمد لله أنا بالحملة هذه أنا ما أطلب من أي أحد من المشاهير شيء لكن بالحملة هذه من كثر ما أنا صرت حنين ما بقى أحد ما دشيت عليه ما حد قصر معي الحمد لله صنفت له ما حد ردني كل المشاهير يعني منو مشهور عنده بحسابه مسؤولية يعطيك الباسورد مال سنابي يقولك صور بسنابي وحط اللي تبي تعلن عنده صح تعلن راح تروح مرة ثانية للأردن خلال يوم داق عليه قال متى بتروحون أبروح وياكم أي. يمكن أنت تقول لي شعور 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 والله العظيم ما أقدر أوصف لك إياه تستانس يعني تحس إن أنت قاعد يا الله يعطيك العافية يا الله يعني عبد الله في ناس ما تقدر تروح بس تبي تتبرع أكيد يعني شلون في شلون طريقة التبرع عشان شباب الخير مسوي اللينك هم طبعا تبع جمعية عبد الله النوري مسوي اللينك بس تدش عليه على طول تبرع هذا اكاونتهم موجود على الهواء زين صار ان في ناس قاعد تبرع بس ما تقدر تروح وياكم يعني في ناس مجموعه متبرعين في هي اسمها الحمله شباب الخير اسمعني او اسمعني اسمعني او شنو اسمها حمله كويتيه اسم شباب الخير اسمعني اسمعني صح اي شوف اكتبونها مكتوب انا سمع قريتها اسمعني أربعة اسمعني أربعة هي طبعا مؤسسين من 2013 اي قديمه يعني بس شباب الخير عبد الله نوري من زمان أيه؟ لكن شباب الخير من 2013 انا انصدمت انه تخيلوا يا جماعه انه انت مستوعب معي شكلكم لا وياك انا قريت وياك شنو تخيلوا من التبرعات انا ما توقعت وصلت التبرعات ل 100 الف دينار كويتي ما شاء الله من عوائل الكويتيه انا لو حاطيهم مخليهم عشان شفت انت تصور زين اللي وقعتني غيرتني زرعتك بالموجه انت ودقر الحمله تقول خلاص راح نسوي مستشفى ان شاء الله السنه الجايه افتتاحها شروا الارض واحنا هناك شريتوا الارض هناك الحمد لله تبنون مستشفى بنون مستشفى مستشفى كويتي طبعا ما شاء الله هاي متحصل حتى من المتابعين اللي عند عبود كبس ما شاء الله اي 300 كم عندك في السناب من 300 ل 350 شوف فما بالك هو كم يطلع بالسوشيال ميديا لا اله الا الله محمد رسول الله وين يمكن شوف انا ببالغ يعني 350 بالشهر 350 دينار شيء اكيد محبه من محبه الله اكيد يعني دائما يقولون 350 مع دعم العماره يعني يطلع لي 1200 بشهر الله يزيدك ان شاء الله الله يزيدك الله يوفقك ان شاء الله وتسعد بالخير ودائما حسيت فيها يعني لا انا بس اقول محبه الناس من محبه رب العالمين والله يوفقك وانت تستاهل كل خير شو اللي فرق وياك عبودك يعني بعد ما اشتهرت شوي اكثر يمكن الاهل بالبدايه واليوم وانت تسوي هذه الاعمال الخيريه كل الكويت ممكن يفتخر فيك شوف بس بقول لك شغله انا بدايه طلعتي حتى بسناب شات الناس هذا السناب شات تدري شنو تذكرون هبه قبل لما خصوصا البنات لما تجيب مذكره وتكتب المذكرات الخاصه فيها او واحده اجنبيه ما ادري منو باعت مذكراتها ما بكم مليون وهذيك يعني شنو
خسرت اليوم مناقصه بربع مليون الاجنبيه، والاخت هني اليوم كان غدانا مجبوس زياي وابوي زاد على الغداء. يعني ما حد راح يشتري هذا صدقيني. ويكتبون اللي في قفل عرفتي دفتر. ايه طار عليك في ريحه بعضهم يكون هذا ترى سناب شات بس قديم. الواحد يوثق يومياته بس على مشابيس. انت كنت تسوي كذي من قبل؟ صدق والله؟ قاعد تدغين يعني؟ لا قاعد اسال. ولا مره الدفتر صدق ما شريت دفتر اللي ابله تكتب لك وما ادري منو يكتب لك وما سويت هالحركه. فالسناب شات نفس الشيء، فلما صار شويه فلورز شفت نفسي شويه لازم واحد ترى لا غلط الغلطه. فقمت ما اطلع بسناب شات الا محلق وكاشخ فهمتي؟ ايه هاي الشباب على البنات شو يقولون؟ شهر كان ازهق تعبت. اي قلت انا اللي عملت كذي يعني فلا خلاص قلت اصور على طبيعتي يعني ترى المحلق اليوم عشان التلفزيون. يعني نفسك ما تغيرت قبل ما تغير ولا شيء بس قبل ما كان مصور الحين مصور. بس في يمكن في عادات او اشياء كنت تسويها ما تحب انها تشوفها؟ في شغلات وايد ما اطلع بسناب شات هي غلط. كل انسان مو خالي من العيوب. انا ساعه اشرب سجاير ما اطلع بالسناب شات اشرب سجاير ليش؟ راعي شعور الصغار اللي موجودين. شباب يتابعونك ما شاء الله ولك قدوة يعني انت. هذا الناس كلها تمدحه هذا كل الناس يحبونه ليش؟ اتوقع انه يشرب سجاير خاصة مثله. يعني انا اذكر الشيء. ان انت لما الفتره اللي كنت بتقطع فيها الكل كان يعاني يعني يعاني معاك بس انت ما كنت حاس يعني انه قاعد يحاتونك ايش صار وين وصلت. فهل احساس وايد حلو ان الناس قاعد تتابعك ومتاثره بحزنك وبفرحك يعني وبنادم ترى بنادم هذا كل يوم مستانس ما له شغل. قول لي ليش يتابعكم بسناب شات تحسك سعيد على طول بطعم الفرحه الا لما تذوق الحزن. الحزن صحيح شو يقولك يوم لك يوم عليك بيوم الحزن انا ما احطه لان انا مالك خلقك. لا بس انا ودي اسال سؤال اكيد اكيد في سلبيات في اشياء تاذيك عبد الله بس يمكن ما تقدر تقولها. طبعا شنو اكثر الاشياء اللي تاذيك؟ انت ايش تبي ما تقدر تقولها بس يعني برنامج يعني ما تقدر تقولها بالسناب او ما بس يعني مزعجه يعني الكومنتات اللي تضايقك الاشارات هذه يعني انت الحين شوف قاعد تتكلم كذي وتسوي كذي هل انت بالبيت كذي؟ لا اكيد مو بالبيت انت قاعد تاكل خلينا يقرقع هذاك اليوم وراضي يقرقع واحد لازم يدكور قدام الشاشه يمكن هذا قصدك صح؟ ساعات تطلع مو انت مو عبودك اي ساعات لازم اعطيها يعني انا القعده هذه قاعد اشوف قاعد ما اعرف اسند خذ راحتك عادي تسوي نفسك سناب شات زين ترى لقاء ما في عصير ما في شاي ما في شيء يعني انا القرقعان ليه قبل صلاه الفجر كانوا يقرقعون عندكم بالبيت؟ امس العالم ما ادري فيهم سويت امس سويت شريت تقريبا يعني 90 الى 80 كيلو قرقيعان وخرجت ارباع واميات خاف من فلوس شباب الخير اي شباب الخير مو من الحمله حسافه ما قلت سوينا قرقيعان كان الناس تجمع انا شفت الفريج خلاص والايران قاعد يطلون من الدرايش انا باب السكه يصير بروحه فخليت الباب مبطل فقلت بس صغار راح يجون دشيت ولا حريم يعني انا في لقطه انت خذيتها بالسناب قاعده طالع انه كانوا في كبار يعني ريايل وبنات كبار ف... وماكو مكان بالصاله اللي عندك كلش دعوه عامه كانت بالسناب شات انا ما قلت كذي صراحه قلت يمكن عيال ايران يجون كذي اللي جاي من منطقه العاشره اللي جاي من الجهره اللي جاي سيارات فري جيمس الساعه 1:30 كنت بروح النادي يمكن 1 كان اقفل الباب دزيت قلت خلاص يا جماعه لا حد يجي دشيت بنام الساعة 3 الفجر كان ينطق جرس بيتنا للحين قرقيعان انا ودي ما تصير هاي 3 الفجر شلون يدلون بيتك انا يعني حطيت العنوان انت حطيت العنوان حطيت العنوان يمكن نص ساعة كان اشيله الفقرة اللي تذبحني هذه فقرة اللي غن ايه انا يعني انا احس انك انت مسوي فقرة حق الناس ولا وتزفهم يعني مستمتعين الناس هم ينزفون لا شو هي عنية ترى والله يعني اذا انت لما يتقبلون منك عبد الله لما يعني انت ساعات تزف وقاسي عليهم بس متقبلين منك يعني انا لو اسوي مثلك بالسناب كان الناس سب قبل البرنامج انا ضغطتك ايه ضغطني؟ ما شفت زعلتي ما زعلتي ما زعلت اقطها على الهواء الحين اخاف تمشين زين فلما تكون انه يعني انه بحكم انه ما فيها تجريح ما فيها شيء ترى تقبلها الواحد طريقه الغائك حتى وقت المناسب ما تقطع قدام ربعه ما يعني اكيد اللي ضايفينك حابينك حافظ على هالشيء وين تعلمت هالاشياء؟ يعني هذه مو دراسه هذه يعني ولا تعلم كل واحد على طبيعته طبيعته على طبيعه كذي حتى باي مكان والله العظيم يعني ايش اقول لك؟ كل واحد على النيه
اكيد تو قاعد تقول بعد هالاغاني غيرها عندك قبل السحور تقعد لهم هذه الخبيزه ولا ما ادري شنو وتقعد تشوق المشاهدين شنو الموضوع؟ قاعد يشغلي بعينه ما ايش السالفه؟ لا بس اقول لهم ان الصيام زين. الصيام زين بهالفقره. بس ما شاء الله عليك تبارك الرحمن عندك موهبه تحب السيارات وتحب تجابل السياره وتشوف شنو تعدلها وتغيرها. عندي سيارتي توديها لي؟ اوديك حاضر. شو سيارتك؟ عندي وايد ثلاث سيارات بس وايد شدونش الحين المشاهدين شو تودي؟ ودي الأوستن. عندك أوستن مارتن؟ ايه وين بيتكم؟ ايش قاعد يصير هنا؟ شو الموضوع؟ تضبط سيارات تعطيني انا ما شاء الله عليك تضبيط. يعني الناس صارت تحب تشوف التفاصيل اللي تسويها بالسيارة وشنو الجديد. يعني انا ما ادري ان في يعني منك تعلمت ان في شيء اسمه هذا النانو ما ادري شنو اللي سويته حق السيارة. يعني في اشياء البنات ما يعرفونها بس من متابعتي لك عرفت ان في اشياء بالسياره يعرفونها. انا احب اكون غير شويه. يعني انت الحين الاوستن ما تشريتها من الوكاله صح؟ ايه خلينا نقول 100,000 هي صح؟ زين لو انا اروح وادفع 100,000 اخذ سياره نفس سيارتك اوكي ما تقدر تشحطن علي. لكن لما اخذ سياره تعدلها واعدلها ما تقدر تسوينها. بس هذه التفاصيل مو كل من يعرفها عبد الله. اي صح انه واحد يبدا من زمان في هالسالفه. انت مجابل اي إيه ويجمع احب يجمع حدايد يعني عاد اشتري سيارتين سكراب اسوي منهم سياره واحده. انا حبيت انك عندك هذول وايرات الشحن شلون تعلم الناس يعدلونهم كل شيء اي شيء انا متعلمه بحياتي. زين صدق هذا انت كذي بطبعك انك انت تصلح تصلح الاشياء؟ عبثي من يوم انا صغير. مواهب فيك وايد. اشوفك مذيع ممكن بعد ولا لا؟ كل شيء تبي تشوف اشوفك مذيع. حاضر تمثل اصدمك والله بعد اطلع في مشهد تمثيلي. في مشهد تمثيلي سويته والقلب بالدنيا عندك يمكن بالسناب بالانستغرام انك انت مجروح وقاعد تهاوش مع فيلم قصير. شنو قصته هذا؟ هذه قصتها كانت عندي مخرج انا هاشم نوشات يحب شيء اسمه افلام ويسويها ويقول لي عبد الله ما حيضبط الا انت. فابن الحلال هو خياله واسع وايد فكل مره يطلع لي بقصه شيء عجبني اقول له يلا. اقول له بدل لا تسوي هالقصه لازم نشوف دعايه قبل الفيلم. ايش سوى؟ جاب تصريح من وزاره الداخليه دوريه واسعاف. فانا عاد ما اصور فيلم ما عندي هالامور ما اعرف انا ان اروح الداخليه بدوريه يعطوني. فهو جاب التصريح قلت إجراءات. حبيبي بس الموضوع عندي الموضوع تعال. جابوا العساكر قالوا بس ان المسدس ما يطلع. تبي كلبشات تبي مزر مزاره كيفك. ايه كان اسوي هذا المشهد البرومو. ايه صغير. ايه ندري هذا غسيل اموال ندري طلعت الاشاعات هذا تاجر يعني مخدرات ان تهاوشت انت. ايه هذا متهاوش هذا ما يشوف. وقعدت العالم تتكلم ناس جريده تخيلوا ان قبلها بيومين انا قايل حق امي راح اسوي كذي. امي دقت علي قالت عبد الله انا ادري انت تمثل بس هو كنا صدق امه يتكلم صدق قدر ما يعني ايه. وحاولت زين وين راح ينعرض؟ المونتاج ما يطول. عرضته باليوتيوب انا اليوتيوب هو طبعا توعوي والله ما عندي بس حق المخرج يعني اللينك موجود بالانستغرام. تعاونت مع وزاره الاعلام والقناه الثالثه ايضا في هذا الفيلم وموجود اللي بيتابع عندك الاكونت. فشنو صار؟ تكلمت الحين السينما يحطونها خمس دقائق بدل يحطون دعايات بالسينما يكون فيلم توعوي عشان تقعد كذي عشان تعطي تونا قاعد نقول للمذيعين عن المخدرات وبس. يعني انا قاعد اقول خطوه حلوه انك تسوي حلقات عن مجموعه من الاشياء اللي ممكن تاثر بالمجتمع وخاصه الشباب الصغار. ليش ما تفكر تسوي كذي؟ باكر ان شاء الله تصوير اول فيلم. انا احب الافلام القصيره. ليش؟ انا من طبعي عجول شويه فما ابي انطر تصور لي 30 حلقه وانطر على ما تمنتج وانطر احب تشوفها على طول باكر يجي الفيلم. مو سناب هي ترى عبد الله ما ادري انا حتى الحين ترى تشوفني لا لا اكيد راح نشوف كل هذه الافلام الجميله اللي وياك. نشكرك اليوم على وجودك نورتنا في مكاننا. راح تذوق معانا الفراوله هذه على ما نطلع احنا ويا المشاهدين. ذوق عطني قوطي يلا. يعطيك العافيه عبد الله واحنا سعيدين بتواجدك نورتنا عبر شاشه التلفزيون الكويت ونتمنى لك كل التوفيق ومن نجاح لنجاح يا رب. ما قصرتي. عندنا الحين حصه ويا المشاهدين راح نشوف هذا الفاصل اللي عد لنا زميلنا في وسائل التواصل الاجتماعي في تلفزيون الكويت محمد الكعبي وبعدها راح نطلع مع ديوان غضان. تابعونا.